من ريف اللاذقية ومن جبل التركمان، جبل الصمود، جبل الشموخ، وهم أبطال الجيش السوري الحر، يصنعون الرغيف الخبز لزملائهم المقاتلين. ويسعدنا أن نرحب بمقاتل من مقاتلي الجيش السوري الحر في جبل التركمان. شو شعورك يا أب شجاع؟ أب شجاع، والله أنا أخي الكريم بإذن الله صامدين نحن حتى النهاية بإذن الله تعالى. طلعنا على الجبهة وصاوبنا، ما فينا نكمل هلا على الجبهة، نساعد نخبز الشباب بإذن الله والله يحميهم هلا على خط النار هلا، وبإذن الله صامدين يا بشار بوشك يا كلب، بإذن الله صامدين حتى النهاية بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله بدنا ننتصر عليك بإذن الله. خلي يشوفوا العالم شلون نحن قاطع كل شيء عن الجبل، كل شيء، مي، كهرباء، خبز، كل شيء. جايينك يا لاديه، جايينك يا لاديه بإذن الله تعالى. بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله جايينك. رأيك أخي محمد؟ كمان إن شاء الله بإذن الله منصورين، ومهما قطع عنا الإمدادات منضل نصنع رغيف الخبز ومنطعمي هالمقاتلين اللي عجبها اللي احنا منهم، واعطى كل شيء. الله يقويكم يا رب. الله يوفقك، منصورين باذن الله. رايك يا اخ احمد؟ خلصت، ما بدي احكي شيء اكثر من اللي حكوا شباب، ما راح احكي شيء لانه حكوا جايينك نازلينك على الشغل بكفي، ووفوا اثنين بكفي باذن الله جايينه، والنصر قريب ان شاء الله باذن الله. بعدين انا بقول ما انت عامل لهم خبز ثلاثة يا شباب، تعال شوف، تعال صور يا اخي، صور صورهم. الله يجزيكم خير يا شباب، الله يجزيكم خير، الله الله يبارك فيكم كلكم. الشهادة أو النصر بإذن الله تعالى. تكبير يا شباب، تكبير، الله أكبر، تكبير.